هذا المساء مع رغدة إبراهيم تناقش الليلة جلسات مجلس النواب بين صبراطة وسرت، وكيف ستتشكل الحكومة الجديدة. يوم حافل شهدته ليبيا أمس الأحد، اتصالات ومباحثات بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، حكومة مصغرة أم مكبرة؟ رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بحثا مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة إمكانية عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت ومساعي نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب. من جهة أخرى يبقى المسار الدستوري عالقا معطلا بعد انتهاء المهلة المخصصة للاتفاق، فيما أيضا وفي ذات يوم أمس الأحد وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ينجو من محاولة اغتياله. أمس يوم حافل أكيد في هذه الفترة التي تمر بها ليبيا أكيد. أهلا بكم مشاهدينا في هذا المساء، نناقش معكم في حلقة الليلة تشكيل الحكومة الجديدة، كذلك مسألة منح الثقة من عدمها من قبل مجلس النواب، والصراع الدائر ما بين أعضاء المجلس نفسهم، ما بين عقد الجلسة في صبراطة أو عقدها في سرت، وهناك مناقشات كذلك مع اللجنة العسكرية لإمكانية عقد هذه الجلسة في مدينة سرت. طبعا من المفترض كان أن تعقد هذه الجلسة يوم 21 فبراير، لكن هذا كان البارحة ولم يتم ذلك إلى حد الآن. قبل ما ندخل في موضوع حلقة اليوم، خلينا نشوف مع بعض هذا المقتطف البسيط من زيارة رئيس الحكومة الليبية، حكومة الوحدة المكلف الجديد عبد الحميد دبيبة، زيارته إلى مدينة طبرق وحديثه مع أشياخ المدينة. خلينا نشوف وش قال في هذا الحديث ليه، ونرجع مرة ثانية. أنا جئت في مدينة السلام وفي قلب السلام وفي أيدي السلام، ونريد السلام لكل هذا الوطن من شرق لغرب لشمال الجنوب، وهذه عنوان السلام. كفى حروبا، كفى اقتتال، كفى كفى كفى. نحن البعضنا وهلنا هم اهلكم، وانتم هو اهلنا ولاهل جهودي اغلبيتها في اللي رايها واللي شايفها واللي خدمها، ونديروا معاهده ان شاء الله في بعضنا ان احنا لا يمكن ان نتقاتل بعد اليوم. اي وزير والله اي وكيل إذا كان ما يمشيش لبند ليبيا كلها أنا ما مش حنخش في حكم. إلى طبرق السلام، هذه الرسالة اللي وجهها أكيد رئيس حكومة الوحدة في هذه الرسالة وفي هذا الحديث اللي كان دائر ما بينه وما بين مشايخ المدينة. ذكر نقطة مهمة جدا، وهي أن أي وزير لا يستطيع زيارة كافة المدن الليبية مش هيكون موجود في هذه الحكومة. ذكر أيضا ثلاث أسس تستند عليهم الحكومة القادمة اللي هيتم تشكيلها من قبل، كذلك تحدث عن جلسة منح الثقة من قبل أعضاء مجلس النواب، ومن المفترض أنه تقابل وتحدث مع أنجيلا صالح في هذه الزيارة ومع أعضاء مجلس النواب في هذه الزيارة لعقد الجلسة في سرت، زي ما قلنا في هذه المقدمة كذلك من مسألة النقاشات اللي تمت ما بين أعضاء المجلس الرئاسي والسيد دبيبة، وما بين كذلك اللجنة العسكرية المشتركة لعقد جلسة منح الثقة في مدينة سرت. هنمشي نشوفوا هذا التقرير ونرجع نتناقشوا في هذا الأمر وفي هذه الملفات مع ضيوفنا. خليكم معنا مشاهدينا. مشهد جديد تشكل رغم بقاء أغلب الأسماء القديمة، وبدا أمرا واقعا لا غبار عليه، والكل يسعى ليظهر التعاون والتفاهم وتعبيد الطريق لانتخابات 24 من ديسمبر المقبل، آخر الحواجز بين المؤقت والدائم. تشكيل الحكومة لا يفصلنا على آخر أجاله سوى أقل من أسبوع، وفي الأثناء تكثفت تحركات المهندس عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الفترة الانتقالية الجديد، وقام بزيارات عديدة أبرزها الشرق الليبي، حيث تباحث مع المستشار عقيلة صالح وعدد من أعضاء مجلس النواب، كما التقى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يانكوبيش،
وشهد صباح الأحد أول اجتماع للرباعي الجديد المتمثل في السلطة التنفيذية على أرض الواقع بعد أن سبق لهم واجتمعوا عبر تقنية زوم. أخبار بوتيرة سريعة تبين مدى جدية وحماس الحكومة المنتخبة من الملتقى السياسي، لكن الوقت أيضا لا ينتظر أحد، وبتصريحات دبيبة أنه لن يعين أي وزير لا يستطيع زيارة ليبيا بالكامل، وفي كلمة سابقة له تعهد أيضا بأن تتكون حكومته من كفاءات ونصيب المرأة فيها 30%، أي أنه تمكن بجرة قلم من فرز واستبعاد خيارات كثيرة، الأمر الذي يجعله يربح الوقت. لكن هل سيقدر رئيس الحكومة المؤقت على إسكات الأصوات المطالبة بالمحاصصة وتعيين الوزراء حسب المناطق والأقاليم؟ وحتى إن تغاضى عن هذه النداءات، كيف سيفرض مرشحين لا غطاء سياسي لهم؟ ومن سيقبل بحكومة التكنوقراط في واقع مليء بالصراعات والانقسامات؟ دبيبة المتحمس جدا بدأ منذ تنصيبه بالعمل، وأعلن عن نفسه مبكرا جاعلا كل وسائل الإعلام تركض خلفه من مكان إلى مكان، وفي كل مرة تهطل التحليلات المستحسنة والمنتقدة على حد سواء. فرئيس الحكومة الجديد حل في الشرق دون أن يعرج على الرجمة، وهناك يسكن طرف لا يستهان به في النزاع الليبي، مما فتح باب الإشاعات على مصراعيه، أهمها كيف سيتم التوافق على أعضاء حكومته دون التباحث مع المشير خليفة حفتر، وهذا الأخير صرح عند لقائه بكوبش أن الجيش سيحمي الحكومة الجديدة، كلمة تقرأ بأكثر من معنى، وربما أهمها حسب متابعون أن لا معادلة دون المشير. الزيارات لم تقتصر على داخل الرقعة الجغرافية، فالمهندس طار إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن في برنامجه زيارات عدة أخرى حسب مصادر إعلامية، وهو ما يتعارض مع صلاحياته كرئيس للحكومة وفق البعثة الأممية التي فصلت في اختصاصات السلطة التنفيذية حسب الأحكام الصادرة عن الملتقى السياسي الليبي والتشريعات النافذة، من بينها العلاقات الخارجية التي هي من اختصاصات الرئيس وفق المادة الثانية. وفي خضم كل ما يحدث تنتظر أبواب سرت أن تفتح أمام أعضاء البرلمان مكتملي النصاب لجلسة منح الثقة، وهو ما دعا إليه دبيبة في كل خطاباته تقريبا منذ توليه المنصب، لكن الاستجابة لن تكون بهذه السهولة. عراقيل عدة يجب مجابهتها كما سبق، وأن تحمل الشعب الليبي أكثر الويلات قساوة، ورغم صعوبة الظروف فإن الضوء في آخر النفق يستحق المحاولة دائما. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أرحب بضيوفنا اللي معنا ينضمون الآن. السيد خالد المحجوب أو اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، أهلا بك. وأرحب كذلك بالسيد فتحي المرمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أهلا بكم ما في هذا المساء. أبدأ بسيد فتحي المرمي في هذه الحلقة. سيد فتحي أهلا بك في هذا المساء. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة وباللواء خالد المحجوب وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بك. نعم سيد فتحي، في صبراتة لا يزال السؤال الآن الذي لا إجابة له لحد هذه اللحظة، أين ومتى ستنعقد جلسة منح الثقة للحكومة؟ جلسة منح الثقة بعون الله ستكون في سرت، ذلك حسب ما تم الاتفاق عليه في الجلسة التشاورية التي عقدت في مدينة طبرق الأيام القليلة الماضية، ولكن تحديدها لم يتم على اعتبار أن تنتظر رئاسة مجلس النواب تشكيل الحكومة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة. حال إحالتها إلى رئيس مجلس النواب أو الرئاسة بالكامل، سيتم الدعوة إلى عقد جلسة لمنح الثقة لهذه الحكومة، وإن شاء الله هذه الجلسة ستكون في مدينة سرت، لأن المقدمة من مجلس النواب الآن متواجدة في سرت. وفي تعليقكم قلت بأن سرت متى ستفتح أبوابها لإنعقاد الجلسة في مدينة سرت، لا سرت فتحت أبوابها منذ يومين،
ومقدمة من مجلس النواب موجودة هناك وبادية في عملية التجهيز لعقد هذه الجلسة، ولكن رئاسة مجلس النواب تنتظر من السيد عبد الحميد البيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية تشكيل الوزارة وإحالتها إلى رئيس مجلس النواب. نعم، طيب سيد فتحي، بالنسبة إلى أعضاء مجلس النواب كذلك، السيد فوزي النويري والسيد حميد حومة موجودين في طرابلس، ماذا يفعلان هناك؟ هل من الممكن أن يترأسا جلسة؟ والله بالنسبة للتواجد في أي مكان في ليبيا لا حظر على ذلك، من حق أي نائب يذهب إلى أي مدينة أو قرية أو بلدة في ليبيا، هذا لا غير فيه، ولكن اتصالات مع بعضهم البعض أيضا لا غير فيه، وذلك من أجل التشاور والتنسيق. ولكن ما أعلمه أنا أن عدد كبير جدا من النواب سيحضر إلى جلسة سرت، وذلك نتيجة الاتصالات التي حدثت ما بين أعضاء مجلس النواب وما بين الرئاسة، وبدأت تذوب يعني عدة أمور، وذلك من أجل مصلحة الوطن. نحن لسنا بصدد التجاذبات والانقسامات والانشقاقات على اعتبار أن بلادنا ليبيا لا تحتمل ذلك. الآن أمامنا رئيس حكومة وحدة وطنية تم اختياره في مؤتمر الحوار في جنيف، الجميع قام بتهنئته وتأييده، جميع الليبيين ينتظرون تشكيل هذه الحكومة، ينتظرون الأمن والأمان والاستقرار، وبالتالي الواجب على مجلس النواب أن يمنح حكومة الوحدة الوطنية الثقة وبشكل عاجل حال ورودها، ما لم يعني تكون عليها هناك الملاحظات. أما غير ذلك لا داعي للتعطيل، لأن بلادنا ليبيا لا تحتمل. بعد أن نمنح حكومة الوحدة الوطنية ثقة، لا بأس من عملية نبدأ نتناقش ونتحاور في أمور أخرى، أين يكون المقر، من يكون الرئيس، أين تكون الأمور، تلك أمور أخرى ممكن يحتملها مجلس النواب. أما الليبيون لا يحتملون أكثر من ذلك في عملية أن نعطلهم في تجاذبات وانشقاقات وانتسابات وعناد لدينا. أكيد سيد فتحي، لكن اليوم الحديث كثر على مسألة، وحتى يعني عضو مجلس النواب سيد عبد السلام نصية قد لمح لذلك، اليوم يقول الكثير بأن النواب يقومون باختطاف الحكومة مقابل مناصب محددة، لهذا تتم هذه العرقلة في هذا الوقت. نعم، بالنسبة لاجتماعاته في طبرق لم يكن هناك أي طلب من وزارات أو غيرها، بل كان الجميع شجع من فخامة رئيس مجلس النواب مستشار عقيلة صالح عيسى، نصح السيد عبد الحميد البيبة بأنه لا ينصت لأحد. صحيح، لا بد وأن يراعي التوازنات في الأقاليم الليبية، لا بد أن يراعي الجميع، ولا بد أن حكومته تتشكل ونرى فيها ليبيا. أما أن يستمع إلى ذاك أو تلك على اعتبار من ضروري نريد وزارة أو وكالة أو غيرها، هذا شيء مرفوض متروك للسيد عبد الحميد الدبيب يختار وزارته التي ينسجم معها، والتي ممكن من خلالها يقدم خدمة كبيرة للليبيين، وأولها إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر، وكذلك حل القضايا والمشاكل العاجلة والتي بالإمكان الحكومة تقدمها في شهر أو شهرين، وهو معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، أيضا الدوائية، كذلك الماء، والقضايا التي يعاني منها المواطن بشكل يومي عليهم أن يحلوا هذه القضايا. طيب، وكذلك ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر. نعم، دعني أذهب، خليك معنا بس سيد فتحي، سأذهب للواء خالد المحجوب كذلك. سيد خالد، أهلا بك في هذا المساء بداية. بالنسبة إلى مدينة سرت، ما مدى استعداد المدينة وحتى نقاشات التي خضتموها لتهيئة المدينة لاستقبال مجلس النواب؟ ما الذي توصلتم إليه؟ طبعا أولا أحييك وأحيي سيد فتحي السادة المشاهدين الكرام. لا شك أن مدينة سرت يعني لجنة الخمسة أصدرت بيان تابع للقيادة العامة بأن سرت جاهزة لاستقبال مجلس النواب، وكما سبق وأن استقبلت اجتماعات 5+5، والجميع أشاد بالتنظيمات الأمنية وبالأمان والأمن الذي تنعم به المدينة. نحن في مدينة سرت نتواجد على باب وقت في أكثر مرة، ونذهب ونأتي، وآخرها يكون فيه محمد تشير ثاني المدينة. يعني كل الأمور بالنسبة للسلطة مهيئة، خصوصا
انها اداريا يعني هناك مباني اداريه ذات مواصفات عالميه بامكان اقامه جلسات فيها، وعارفين ان هي كانت تقعد فيها جلسات المؤتمر زمان، وبالتالي فيها من القاعات الكثير. اما على الجانب الامني فهي يعني لا يشك احد في انها تصير مدينه معلنه وتنعم بالامن والامان، حيث لا يوجد فيها والحمد لله ما ينغص الامن او حتى الجريمه العاديه يعني تصير تعتبر يعني ما يعني لا تذكر. نعم، طيب في أمر آخر، الآن حتى البعض من أعضاء مجلس النواب يقولون بأن لا أحد قد ذهب أو توجه إلى مدينة سرت حسب مصادر داخل مجلس النواب، وليس هنالك حتى بوادر على عقد الجلسة هناك، لا يوجد أي مؤشرات على عقد الجلسة هناك، ولمفترض أن تكون في هذا الأسبوع تحديدا، مفروض أن دبيبة يقدم حكومته هناك حسب آخر معلومات لدينا، فما هي المؤشرات؟ مثل تتابع الجميع موضوع صبراته، كانت هناك محاولة في صبراته. صبراته مدينة حتى رئيس المجلس البلدي أو عميد البلدية نفس أشكال من عدم استتباب الأمن والمشاكل التي تعاني منها. إضافة لهذا أن مسألة مجلس النواب أعتقد لها علاقة ومدلات قانونية ومواضيع كثيرة أنا كعسكري لا أريد أن أخوض فيها الآن، باعتبار أن مقرها الأساسي بنغازي، ولكن بالظرف الحالي من الممكن استفادة من سرت باعتبارها 5+5، والآن موضوع 5+5 هو الذي يلاقي ربما استحسان كل الليبيين ويجمع عليه كل الليبيين، باعتباره أن من خلال ما تم الاتفاق عليه في جنيف هو يلبي رغبة الليبيين في إجلاء المتزقة، الأحجام، تفكيك المجموعات المسلحة، تحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات ما يعرف بحرس المنشآت، فتح الطرق، كل هذه الأمور طبعا ينظر إليها الليبيين ويعول على سرت كمدينة من حيث الموقع، من حيث تجربة التأمين فيها السابقة، من حيث أيضا إمكانية أن تعمل فيها أي حكومة بأريحية بعيدا عن سطوة المجموعات المسلحة التي لا زالت طبعا أحد المشاكل القائمة. طيب أعود لي سيد فتحي المريمي. سيد فتحي أهلا بك مرة أخرى. سيد فتحي، الآن بالنسبة إلى عقد هذه الجلسة في مدينة سرت، البعض يقول لماذا لا تذهبون إلى حل وسط الآن؟ ماذا عن طريقة أخرى في التصويت إذا هناك خشية اليوم من عرقلة هذه الجلسة؟ لا، هو ما لا حتى الآن يعني لازلنا نقول بأن أعضاء مجلس النواب بعدد كبير جدا منهم سيكون في مدينة سرت. الأمر الآخر وهو أنك الآن سألت اللواء خالد عن عملية ليست هناك بوادر استعداد أو غيرها في سرت. لا، رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبد الله المصري الآن متواجد في سرت مع فريق كبير جدا من ديوان مجلس النواب، من خدمات، من علاقات عامة، من استعلامات، من غيرها، كلهم الآن متواجدين في سرت ويجهزون في تجهيز كبير. طيب خليني معناها خلينا منك هذا ممتاز جدا. طيب معناتها أشرح لنا أكثر عن من اللي موجود الآن في مدينة سرت وكيف يتم العمل على استقبال جلسة منح الثقة هناك؟ السؤال من جديد، معلش. نعم، من يعمل الآن في مدينة سرت على استقبال الجلسة القادمة، جلسة منح الثقة للنواب؟ ما الذي يتم القيام به الآن في هذه في هذا الوقت اللي نتحدث فيه؟ القيام به حتى هذه الآن تجهيز القاعة وتجهيز الفندق ووسائل المواصلات والأمن الخاص بمجلس النواب غير الجهات الأمنية الأخرى، كل ذلك يقوم به كما قلت لك الأستاذ عبدالله المصري رئيس ديوان مجلس النواب، وكذلك عدد من الإدارات الخاصة بمجلس النواب الآن متواجدة غادي وعلى وشك أن تنتهي من التجهيز، هي تنتظر فقط الإعلان عن موعد إعلان الجلسة، أما غير ذلك فكل شيء جاهز لاستقبال السادة النواب لحضور هذه الجلسة. نعم، طيب أمر آخر،
هل هناك تضارب في مسألة ترأس عقيلة صالح لهذه الجلسة بعد أن كان هو نفسه مرشح في لائحة أخرى؟ لا لا لا، ليست هناك مشكلة. فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى حتى هذه اللحظة لازال رئيسا وفقا للدستور وفقا للقانون، وبالتالي ليس هناك أي مشكلة. كان هناك من قدمه ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي، ولكن الحظ لم يحالفه وحالف غيره من الليبيين، ورحبنا بذلك وهنأنا على ذلك، والأمر عادي جدا. والآن يمارس خصوصاته كرئيس مجلس نواب ويلعب في دورة المناط به، وأول دور الآن أمامه حسب ما ذاهبة إليه ليبيا وفق الخارطة، وهو منح الثقة لهذه الحكومة، وهو على استعداد لذلك ويعمل على ذلك. طيب، هل حدد موعد محدد للانتهاء من هذه الأعمال التي تم في مدينة سرت وعقد الجلسة؟ لا، الأعمال شبه هنا منتهية. نحن الآن ننتظر في التشكيلة الوزارية اللي يقدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد. مفروض ينتهي منها يوم الجمعة. على طول يعلن على موعد الجلسة. نعم. من المفترض أن ينتهي يوم الجمعة حسب المعلومات المقدمة الآن. والله هنا تاريخ محدد ليس على علم به، ولكن أنا اللي نعرف حال وصولها سيتم الإعلان عن الجلسة وعن موعدها وعن مكانها من قبل رئيس مجلس النواب. طيب، ماذا عن تغيير رئيس مجلس النواب؟ التعديل السابع يقول بأنهم محتاجين نصاب دستوري حتى يتم هذا الأمر، وكان هناك حديث كبير على مسألة تغيير رئاسة مجلس النواب في صبراتة كذلك من قبل أعضاء مجلس النواب. هل هذا موضوع على الأجندة؟ أيضا مسألة أنه الجنوب يجب أن يتولى رئاسة مجلس النواب. صحيح، كل هذه الموضوعات يتم نقاشتها والحوار فيها، ولو أنه ليس وقتها الآن. الوقت الذي أمامنا الآن والموضوع الذي أمامنا الآن ومهم بالنسبة لليبيا ولليبيين هو منح الثقة لهذه الحكومة. من بعدها ممكن النظر في عملية تغيير الرئاسة، الإبقاء على الرئاسة. هناك أصوات كثيرة، هناك أصوات تقول بأن رئيس مجلس النواب مستشار عقيلة صالح يكمل المدة المتبقية. هناك عدد كبير من النواب ينادي بذلك، ليس كل النواب. يعني ممكن البعض طرح ويرى ان لا ضروري تتغير الرئاسه. هناك حتى من الجنوب يريد ان يبقى عقيلة صالح في منصبه، لان المده بسيطه جدا، وهناك استحقاقات امام مجلس النواب. ولما نقف في عمليه تغيير الرئاسه قد تاخذ وقت بسبب انشقاقات وطعون ومش عارف ايش، وندخل في متاهه اخرى. ولذلك نرى ضروره منح الثقه اولا للحكومه، ومن ثم ندخل في عمليه الرئاسه، يبقى على ابقائها يا تغييرها، يحدث ما يحدث. يعني هذا أمر آخر يبقى خاص بمجلس النواب وعمل مجلس النواب، لا علاقة للليبيين الذين يقودون الأمان على هذه الحكومة وينتظرون الخدمات وحل القضايا والمشاكل، وعاقدون الأمل على أن الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر. لا ندخل في مشاكل الرئاسة وغيرها، قد تأخذ وقتا طويلا نتيجة، يعني نتيجة كل من له رؤيته. يعني ليست رؤية واحدة في مجلس النواب. لما قلت لك هناك من ينادي بالإبقاء على رئيس مجلس النواب، هناك من يرى بتغييره، هناك من الجنوب من يريد هذا المكان وغيره يريده، وهكذا الأمور. هذا صراع نحن نتوقعه لمجلس النواب يعمل فيه 10-15 يوم، 20 يوم، شهر، شهرين، كما يرى هم. ولكن ضروري أن ننقذ ليبيا بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وإذا فشلنا فلتذهب إلى لجنة الحوار. يعني الجلسة القادمة ستكون مخصصة فقط لمسألة ونقاش منح الثقة للحكومة الجديدة فقط. نحن نمنع ضرورة هذا أولا، ومن ثم ندخل في الأمور الثانية. نعم. أيوة. واضح. طيب، أنتقل للواء خالد المحجوب. سيد خالد، مدينة سرت بادئ فيها العمل ربما على استقبال مجلس النواب. كيف هو تأمين المدينة وكيف تمت النقاشات مع رئيس المجلس الرئاسي ومع رئيس الحكومة كذلك من جهة أخرى؟ لا، هو ما يتعلق بمدينة سرت يختلف. أوكي، يبدو أننا قد انقطع الاتصال مع السيد خالد المحجوب إلى حين. طيب، سيد خالد معنا الآن؟ سيد خالد، طيب، إلى أن نعود له من جديد أعود للسيد فتحي المريمي.
كان في لقاءات تمت أيضا، نرجع للسيد خالد المحجوب بلقاءات الحكومة ورئاسة مجلس رئاسي مع لجنة العسكرية، لكن من جهة مجلس النواب أيضا رئيس مجلس النواب التقى مع رئيس الحكومة دبيبة، وشفنا أجزاء وبعض الأخبار كذلك عن هذه اللقاءات. هل ممكن نتحدث عن الأولويات التي تمت المناقشة فيها وتم الحديث عنها في هذا اللقاء؟ نعم طبعا، اللقاء كان ما بين فخامة رئيس مجلس النواب، أولا أول اجتماع أول لقاء كان ما بين فخامة رئيس مجلس النواب مستشار عادل صالح عيسى والسيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وتناولوا يعني موضوعات عديدة تتعلق بآخر المشهد السياسي في ليبيا، والتي أهمها ومن بينها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعلى أساس واستعداد مجلس النواب لمنح الثقة لهذه الحكومة، ولكن على أن يراعى فيها يعني التوازنات ما بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وكذلك على أن تكون هناك يعني مؤهلات وخبرة عالية لمن يتم تقديمهم لهذه الوزارات. كذلك لم يطلب منه أي وزارة ولا أي منصب كان لأي كان، بل قال له عليك أن تختار من يناسبك ومن تنسجم معه في هذه الوزارة، لأن مدتكم قصيرة جدا وأمامكم حل العديد من القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن وبشكل عاجل، وكذلك أمامكم الاستعداد للانتخابات بدعم مفوضية العليا للانتخابات، وكذلك نحن كمجلس نواب لنا دور من خلال بعض التشريعات التي سوف تطلب منا، وبالتالي عليك أن تختار الوزارات أو الوزراء الذين تنسجم معهم من أجل الإنجاز بشكل عاجل، ولا تنصت ولا تسمع لأي ضغوط كان سواء من أعضاء مجلس النواب أو من غيرهم، بل عليك أن تختار وزارة تنسجم معها تقدم خدمة عاجلة للليبيين لإنهاء قضاياهم ومشاكلهم المعيشية اليومية، وكذلك لإجراء الانتخابات في موعدها. كذلك اجتمع السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع نواب الأقاليم الثلاثة، كل أقليم على حدة، اجتمع مع أقليم برقة مع أقليم طرابلس مع أقليم فزان، ونفس الأحاديث كانت كذلك بهذا الوضع. لم يتم تحديد وزارات بعينها، لم يتم تحديد أسماء، وإنما الجميع أجمع على ضرورة يعني الإسراع بتشكيل الحكومة، وأن مجلس النواب سيقوم بدوره المناطقي اتجاه منح الثقة لهذه الحكومة، ومن ثم اتجه السيد عبد الحميد الدبيبي ليجتمع مع المشايخ ومع العماد والأعيان والحكماء في مدينة طبرق، كذلك بحضور عمداء البلديات الثلاثة اللي هي طبرق وبالرشب ومساعد، وأيضا رئيس جامعة طبرق. هذا الاجتماع طبعا كان اجتماع كبير جدا، ورحبوا حقيقة العمد والمشايخ وكل الحاضرين بالسيد عبد الحميد الدبيبة، وقدموا له التهنئة وحيوه وطلبوا منه أن يجد وأن يعمل، وبأن هؤلاء جميعا معه لمساعدته وتذليل الصعاب أمامه من أجل أن يقوم بتشكيل حكومته والإصلاح فيها، وبدوره هو أعلم بأنه سوف يقوم بما يجب، وأعلم بأن المرحلة مرحلة سلام وبث الأمن والأمان في ربوع ليبيا والتفاهم وإطلاق المصالحة في كل أنحاء ليبيا، وضرورة ليبيا أن تنهض وأن تقوم وتستعد لأن تقوم في مصاف الدول المتقدمة ولتنال احترامها أمام الدول، خاصة في هذه الفترة ممكن الأوضاع يعني مهزوزة بالنسبة لليبيا أمام البعض، ولكن عليها أن تعيد قوتها وشموخها، وذلك باتحاد الليبيين ووقوفهم صفا واحد وإنهاء الخلافات فيما بينهم، وعلى أن تعقد الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم إن شاء الله. نعم سيد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. مفروض يكون رجع معنا سيد خالد المحجوب. طيب نرجع بعد الفاصل أكيد وهنكمل الحوار مع باقي ضيوفنا في هذه الحلقة، فاصل ونعود، خليكم معنا مشاهدينا.
اهلا بكم من جديد. نرحب ب طيب قبل ما نرحب وطبعا كان معنا قبل الفاصل اكيد اللواء خالد المحجوب وايضا سعيد فتحي المريمي مستشار الاعلامي لرئاسه مجلس النواب واللي تحدثوا معنا عن امكانيه عقد الجلسه في مدينه سرت. من ناحيه اللجنه العسكريه فان مدينه سرت هي مؤمنه بشكل كامل من قبل طبعا خطوات اللجنه العسكريه 5+1 الان في هذه المدينه. بالنسبه للمستشار الاعلامي لرئاسه مجلس النواب فقد تحدث عن ذهاب رئيس ديوان مجلس النواب هناك وأعضاء مجلس النواب كذلك لتحضير قاعة عقد هذا الاجتماع. من المفترض أيضا أن تقدم الحكومة من قبل السيد عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية، من المفترض أن يقدم تشكيلته يوم الجمعة القادم ويتم بعدها تحديد موعد لعقد الجلسة كذلك جلسة منح الثقة للحكومة. تساؤلات عديدة أكيد طرحت بخصوص هذه الحكومة، هل ستكون حكومة مصغرة، هل ستكون حكومة كفاءات أو لا، حكومة محاصصة، حكومة كذلك أقاليم أو لا. البعض تحدث عن مماطلة من قبل مجلس النواب لربما تحقيق أو أخذ مناصب أكثر قبل أن ترى هذه الحكومة النور أو تمنح لها ثقة من قبل مجلس النواب. نستقبل معنا أيضا السيدة أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي. أهلا بك سيدة أم العز في هذا المساء. مرحبا، مساء الخير لك والمشاهدين والمتابعين. نعم، بقراءتك سيدة أم العز لماذا لم تحدد للآن لم يحدد للآن موعد لهذه الجلسة حسب مجلس النواب؟ من جهة السيد عقيلة صالح فأن تم تحديد المدينة هي مدينة سرت ستعقد فيها الجلسة، لكن لماذا لم يحدد موعد بعد؟ هو أنا للأسف مش عارف بالضبط، ما سمعتش السؤال كويس. الاتصالات يبدو فيها مشكلة. طيب وما نعرفش إذا صوتي مسموع للمشاهدين أو لا. إيه صوتك مسموع سيدة أم العز. سألتك عن لماذا لم تحدد لم يحدد موعد واضح. نعم. لعقد جلسة منح الثقة. نعم. للحكومة بقراءتك طبعا. في حقيقة الأمر أنا كنت أتابع ما قال ضيوفك حول موضوع مجلس النواب ولماذا لم تعقد الجلسة التي كان مقرر لها أن تعقد منذ يومين على الأقل لإقرار أو لاعتماد التشكيلة الحكومية لحكومة الوحدة الوطنية. في الحقيقة نحن نعرف تماما وكل الليبيين يعرفوا أن الإرادة السياسية تكاد تكون منعدمة ومشلولة عن مجلس النواب. نعم. وقول الأستاذ فتحي بأن هناك استعدادات وأن الفريق الإداري قد وصل إلى سر هو المردود عليه، لأن هذا الفريق موجود في تبرز أصلا من 6 سنوات وهو لم يستطع أو ينجح في أنه يعقد جلسة كاملة النصاب إلا في مرات محدودة لأمور أو لإجراءات داخلية. إنما في القضايا المحلية ذات الصفة العامة لصالح الشعب الليبي لم نسمع بأن مجلس النواب انعقد لإجراء مثل هذه الأمور، وبالتالي ما لم يكن هناك إرادة سياسية حقيقية لمجلس النواب أن يجتمع في أي مكان يراه من أجل أن يقرر الحكومة اللي تشكيلتها مؤكد أنها شبه جاهزة الآن، لأن احنا شفنا الزيارات المكوكية اللي قام بها السيد رئيس الحكومة الجديد ومحاولاته أن هو يقدم حكومة ترضية لكل الأطراف وتباحث مع جميع الأطراف ومحاولة أن هو يقدم لقاءات ترضية لكل الأطراف. واضح أن الحكومة لن تكون حكومة تحل أزمات بقدر ما هي حكومة تعقد ترضية، يعني هي حكومة سلام، يعني هي حكومة لاحقة للحرب، لن تكون حكومة لحل الأزمات الليبية. إذا نجحت هذه الحكومة في أنها هي تحل الثلاث مشاكل الأساسية اللي يعاني منها الليبيين من نواحي ليبيا، وهي مشكلة الكهرباء ومشكلة السيولة ومشكلة كورونا. نعم. إذا نجحت هذه الحكومة في حل هذه الأمور ووصلت بالشعب الليبي إلى انتخابات سبتمبر 2021 فقد نجحت. إنما العقدة الآن هي عقدة مجلس النواب اعتماد التشكيلة الحكومية. إذا لم ينجح مجلس النواب في أنه يقف هذه الجلسة فإن مستقبل الحوار السياسي على أتم الاستعداد، وهو الآن قد تحصل على المجموعة الكافية لعقد جلسة على الزوم في حدود يوم 25 أو 26 نوفمبر، وفي عقد جلسة مواجهة قبل نهاية
نوفمبر فبراير او بدايه شهر مارس باقرار الحكومه اذا فشل مجلس النواب في اقرار هذه الحكومه. وليس اقرار الحكومه فقط، يعني لدينا العديد من الاشكاليات التي يجب ان يبت فيها مجلس النواب، واذا فشل تحال وفقا للماده الرابعه من خارطه الطريق الى ملتقى الحوار السياسي. وعلى مجلس النواب ان يتحمل مسؤولياته، او ان هو يترك لملتقى الحوار السياسي ان يقوم بهذه المهام. واذا كان لديك الوقت الكافي في اجابه هذا السؤال، لابد ان نحن نتكلم عن هذه المهام، وهي مهام ايضا مهمه، ومهام لابد ان تكون متزامنه مع اقرار حكومه الوحده الوطنيه لكي نستطيع ان نذهب الى فتره الانتخابات ونمهد الطريق للناس انهم هم يستعدوا للتوعية اللازمة للشعب الليبي، ان في هذه المرة لابد ان يكون رقما كل فرد من المواطنين الليبيين لابد ان يكون رقما اساسيا في معادلة الانتخابات، لكي ينتخبوا ناس يحلوا محلا في اتخاذ القرار السياسي، ولا ينتخبوا ناس لا يستطيعوا انهم هم يمارسوا ادوارهم ويقوموا بتنفيذ او الالتزام بتعهداتهم تجاه ناخبيهم، وان يقوموا بما يجب عليهم ان يقوموا به في هذه الفتره. اكيد مجلس النواب الان يضع العراقيل امام استحقاقات الناس. طيب بما انك ذكرتي هذه النقطه سيده ام العز، بان الان مجلس النواب يضع العراقيل امام الناس، امام منح الثقه الى هذه الحكومه، هناك حديث ان النواب الان في هذه المرحله يعني يحاولون خطف او اختطاف الحكومه مقابل مناصب محدده، تم الحديث عن 30 وزاره، عن 30 وزير في الحكومه القادمه، عن عدد كبير من وكلاء كذلك الوزارات الجايه، ما مدى صحه معلومات مثل هذه؟ في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نحاكم نوايا الناس، يعني ليس لدينا وثائق بموجبها نستطيع أن نصدر أحكام أو نحاكم نوايا الناس، لكن ما نسمعه من أصدقاء ذوي صلة مباشرة بالحكومة وذوي صلة مباشرة واهتمام بالأحداث يقول بأن ما يزيد عن نصف نواب مجلس النواب بكل صفات ليس فقط المقاطعين موجودين الآن بأسمائهم وبأشخاصهم موجودين في مصراتة وموجودين في طرابلس للضغط على الحكومة لتقديم من يمثلها. هم يخشون أن الانتخابات تزيلهم من مواقعهم، فهم بعض منهم يريد حق وزارية لنفسه. يعني من الأشياء الغريبة العجيبة أن يترشح نواب في الليبي بإرادة الناخبين ويتقدموا للسلطة التنفيذية يريدون حقائب وزارية، يعني هذا عار ما بعده عار. طيب. إذا كان حقيقي. إذا لم يتم عقد الجلسة. إذا كانت مجرد نوايا. أنا سأسمحهم أنها هي نوايا. لكن إذا كان على رأي الليبيين يقول لك ما تقول طق اللي هو حق، غالبا لابد أنهم يكونوا مسكوا مستمسكات حقيقية على مثل هؤلاء الناس. هذه واحد. ثانيا هناك ناس فشلوا المجلس الرئاسي وفشلوا في مجلس النواب ولم يستطيعوا ان يتخذوا قرارا سياديا واحدا، وفي نفس الوقت الان يتقدمون لنيل الثقه لاتخاذ حقائب وزاريه. هذه واحده. الثانيه الان الوظائف السياديه، يعني نحن الان نتكلم عن مجلس النواب واقرار الحكومه، وهي موضوع في الأخير بالتأكيد سيتم آجلاً أم عاجلاً عن طريق ملتقى الحوار السياسي. كنا إحنا ماذا عن الوظائف السيادية؟ الوظائف هي مفروض أن تم إقرارها من قبل مجلس النواب وتسميتها أيضاً مجلس النواب وبالتشاور مع مجلس الدولة. وين الوظائف السيادية؟ وين البنك المركزي اللي ما زال معرقل الحلول اللي عملتها للجنة الاقتصادية؟ هناك الكثير من المشاكل لابد ان احنا نتكلم عنها، وهناك الكثير من الاتهامات لابد ان نواجهها في مجلس النواب في حقيقه الامر. نعم. الوظائف السياديه هي اكثر اهميه للليبيين من الحكومه التي لن تقوم الا ببعض الوظائف التنفيذيه الخدميه المعروفه اللي يقوم بها حتى الاداره الوسطى. نعم. لكن لا تستطيع الاداره الوسطى ولا حكومه قادمه ان تقوم باعمالها ما لم تحرر مؤسسه النفط.
ما لم تحرر البنك المركزي، ما لم تحرر الهيئات الرقابية، ديوان المحاسبة وديوان الرقابة الإدارية ومفوضية الانتخابات. هذه الوظائف السيادية هي أكثر أهمية من الحكومة تحت الأمر، وهي معطلة الآن ومرة على التوقيت إقرارها فترة تزيد على أسبوعين. نعم، طيب ابقي معنا سيدة أم العسى، أعود لك أرحب. ابقي معي. نعم. إذا تسمعي فيها سيدة أم العز أرجو أن تبقي معي، سأذهب. نعم. فقط ابقي معي بس بعض الشيء، سأذهب فقط للدكتور باهر العوكلي الأكاديمي والمهتم بالشأن العام. أهلا بك دكتور باهر في هذا المساء. مساء الخير لك أستاذ رغدة ولجمهور قناتكم الغراء والفريق. نعم. الفني المصاحب لك ولضيوفك الأكارم. دكتور، حسب ما نستمع له من حديث من أعضاء مجلس النواب، من قارئين كذلك ومتابعين للمشهد الليبي الآن، من تحركات حتى للحكومة الحالية، برأيك هل سيقدر رئيس الحكومة المكلف الآن على إسكات الأصوات المطالبة بالمحاصصة وتعيين الوزراء حسب الأقاليم والمناطق؟ أولا دعيني في البداية أهنئ الشعب الليبي على هذه النتائج التي تم التوصل لها رغم اعتراضنا على عديد من النقاط الجوهرية، منها الأسماء التي تم اختيارها في لجنة الحوار، مع احترامنا لشخوصهم ونضالاتهم والصفات الاعتبارية أو الخاصة التي يتمتعون بها، إلا أننا نؤكد أن هذا الاختيار جاء مخالفا لكل الأعراف الدبلوماسية والدستورية والقانونية الموجودة في العالم. ندرك جيدا بأن الحالة الليبية حالة خاصة، وكان لابد من حل شجاع بقيادة البعثة الأممية لمحاولة الوصول إلى حل جذري لهذا الصراع الذي ما كان لينتهي لولا شجاعة أعضاء اللجنة 75 الذين نحييهم ونؤكد على أننا جميعا نؤيد ما جاء من مخرجات عبر هذه اللجنة، والتي على الأقل وإن كنا نختلف في كثير من النقاط أو نعترض على كثير من الشكليات والأمور القانونية واللوجستية، إلا أننا نؤكد بأنهم قد جاءوا لنا بوجوه جديدة نأمل منها جميعا أن تعبر بنا للأفضل. بالنسبة لسؤالك عن السيد رئيس الحكومة وإمكانية أن يستطيع تجاوز كل الأطماع، طبعا بالتأكيد نحن نتطلع بأن تكون هذه الحكومة حكومة كفاءات بالدرجة الأولى لا محاصصة، وأن تتمتع هذه الحكومة بنوع من الاستقلالية وشيء من القدرة على تحقيق حتى بعض الأهداف التي بالفعل جاءت من أجل أن نحصل عليها جميعا. ولكن طبعا دعيني أقول لك، كان الله بعون دولة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية، فالمهمة اللي يقوم بها بصراحة في هذا التوقيت ومع هؤلاء السياسيين ومع هذه النخبة الموجودة حاليا هو أمر صعب وشاق للغاية، ولكن بالتأكيد نحن نثق بوطنية أو ما تبقى من وطنية بعض المسؤولين الذين ربما سيتمكن أستاذ عبد الحميد بما عرف عنه من خبرته في المجال الاقتصادي أن يحاول يوازن الأمور للخروج بما يمكن أن نسميه ترويكة تكنوقراطية يعني تغيير الأمور. طيب هذا السؤال، كيف سيفرض ربما مرشحين لا غطاء سياسي لهم، من سيقبل بحكومة تكنوقراط كما وصفتها في واقع اليوم مليء بصراعات ومليء بالانقسامات؟ سؤال رائع حقيقة عليه أستاذ رغدة. بصراحة فعلا في ظل ما تمر به ليبيا من ظروف وبظل التباين الكبير ودعينا نقول التجاذبات الموجودة ورغبة كل فريق في التحصل على أكبر عدد ممكن من الحقائب والمقاربات الضخمة بين الدول الموجودة في المشهد الليبي، لا شك بأن وجود تكنوقراط هكذا فقط لا غير هذا شيء غير وارد في الحقيقة. ولكننا نؤكد أن اختيارات الأستاذ عبد الحميد بيبة رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي مجتمعا لا تتمثل بالدرجة الأولى بمتخذ القرار بقدر ما نركز على رجال الصف الثاني أو الإداريين أو رؤساء الأقسام أو الموجودين في صلب الدوائر الحكومية، وهؤلاء دورهم خطير جدا لا يقل خطورة عن دور
الوزير حد ذاته، هؤلاء هم بمثابة الشرايين في جسم أي كيان إداري، سواء كان وزارة أو وكالة أو أو أو. فبالتأكيد طبعا الوزراء لا بد أن يدخل في اختيارهم نوعا ما المحاصصة والمراضاة للجهة الفلانية أو الاعتبار الفلاني أو المكون العلاني، هذا شيء أصبح مسلم به ولا نعترض عليه بالمناسبة، ولكن نتمنى أن يكون الاختيار جيد على الأقل، لا تكون المخرجات بنفس السوء الذي للأسف أوصلنا إلى ما نحن إليه. يعني هي مثل ما حتى أشرت سيدة أم العز قبل قليل بأن هي مطلوب منها مهام محددة وواضحة يجب أن تكملها في هذه الفترة القصيرة. خلنا نرجع بس لسيدة أم العز أيضا بهذا السؤال، مسألة تشكيل الحكومة وتصريح دبيبة من جهة أخرى أنه لن يقبل أي مرشح لا يستطيع زيارة ليبيا بأكملها، على أي أساس سيتم اختيار المرشحين؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيدة أم العز، أعود لك بنفس هذا التساؤل سيد باهر. تصريح دبيبة أكيد استمعت ليه بأنه لن يختار أي وزير، لا يستطيع زيارة ليبيا بأكملها، على أي أساس سيتم اختيار المرشحين؟ وكيف قرأت هذا التصريح له في هذا الوقت تحديدا؟ طبعا دبلوماسية كبيرة من شخصية لم تتبوء أي منصب سياسي سابق، أنا أعتبره بصراحة تصريح ذو أبعاد ومعاني جديرة بأن يضع تحتها ألف خط بالتأكيد. فهذا التصريح رسالة سياسية بامتياز أوصلها لبعض الأشخاص الذين حاولوا أن يطرحوا أسماء شخصيات للأسف يعني جدلية وعليها مشاكل ولا تستطيع دخول مدن بعينها نظرا لعداوة مستحكمة. طبعا درجات العداوة في ليبيا معروفة، ونحن شعب قبلي وبدوي وعربي وأمازيغي وطارقي، المشكلة في الدم يعني. الشخص الذي ليس عليه اتهام بقتل، لا هذا عاد يستطيع يدخل وعفى الله عما سلف ونستطيع أن نفتح صفحة جديدة. لكن أن تأتي لي بشخص عليه دماء أو متهم علنا بممارسة التربح أو الاستيلاء على الأموال العامة أو الخطف أو الميليشياوية أو 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 فهذا غير مقبول. طيب. وكانت حركة ذكية جدا أن يختار تحديدا إقليم برقة لكي يلقي هذه الرسالة في وسط هذا الجمع الكبير من القيادات والفاعلين السياسيين، وباعتبارها أول زيارة لمسؤول كبير من مدينة مصراتة تحديدا وبحجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، أكيد ذكاء خارق دعينا نقول. خليني نرجع دكتور، خليك معنا، خلنا نرجع بس للسيدة أم العز لأنها رجعت معنا الآن كذلك. سيدة أم العز، كنت أسأل حضرتك عن مثل تشكيل الحكومة بس فقدنا الاتصال معك، تشكيل الحكومة وتصريحات زبيبة بمسألة عدم قبوله لأي وزير لا يستطيع زيارة ليبيا بأكملها، على أي أساس سيتم اختيار المرشحين؟ يعني ذكر عديد من النقاط، بس في هذه الحالة كيف سيتم اختيارهم برأيك؟ حقيقة ما أنا من الأول قلت لك إن الخوف في نوايا الناس ما نقدرش نعرفوها، لأن فلنقول أن هناك معايير وضعتها حتى خارج الطريق تتعلق باختيار الشخصيات اللي تنطبق عليهم معايير النزاهة ومعايير التخصص ومعايير الإجابة ومعايير الخبرة فيما يتعلق بهذه الوظائف. لكن أنا في تقديري الشخصي ومما أراه ومما أتابعه أعتقد وأتصور بأن هناك حالة في ليبيا ناتجة عن ما بعد الحرب، يعني ما بعد حرب أهلية طاحنة انشغل بها الناس و ضحى فيها كثير من الناس كل من زاوية رؤيته، وبالتالي لابد أن تكون هذه المرحلة مرحلة ترضيات، لابد أن تكون محاولة لأن الناس يعني تتقارب وأن الناس تحاول أنها هي تتواصل وأن هي تحس بالرضا عن هذه الحكومة، وأن هذه الحكومة تكون لديها مواصفات أن الناس ما يكونوش متورطين في الدم، الناس ما يكونوش متورطين في الفتن، الناس يكونوا على قدر كبير من النزاهة والشفافية. وأنا لو أنا لدي المكنة أن أكون مؤثرة في اختيار الحكومة سيكون توجهي للشباب وللنساء، لأن أي منهم لم يكن طرفا في عمليات
السياسة وملفات السياسة التي شابها الكثير من القصور في الفترات الماضية. تالي كان حتى كان تذكروا في بدايات اجتماعات تونس وفي بدايات اجتماعات جنيف أيضا كان لدينا محاولات أن نحن ندفع بقدرات شابة، أن نحن ندفع بالقول بأن متصدري المشهد الحاليين يجب عليهم أن هم شوية يعطوا الطريق لوجوه جديدة، لأن الناس عندها خوف، لأن الناس عندها رهبة من متصدري المشهد لأنهم هم معطلين الحالة السياسية. يعني حالة الجمود السياسي اللي نحن فيه، لا جماعة البرلمان ولا جماعة المؤتمر الوطني ولا جماعة مجلس الدولة ولا جماعة المجلس الرئاسي ولا هيئة الستين، هذه المؤسسات الخمسة هذه وصلت بالحالة الليبية إلى حالة من الجمود، والحالة الوحيدة اللي نشطت فيها هي حالة إعلان الحرب. فبالتالي الناس الآن ملوا تماما من هذه الوجوه. يعني على رئيس الحكومة أولا أن هو يقصي كل هذه الوجوه عن الحقائب الوزارية الجاية. المسألة الثانية أن هو يراعي موضوع الشفافية ومكافحة الفساد والمسألة اللي لها علاقة بتعطيل أمور الناس، والمسألة الثالثة والمهمة أن يكون فيها قدر من الترضية للمناطق اللي لديها تخوفات من أنها هي تفقد مصالحها. في برقة الناس يقولوا أن هناك محاولة لاتجاه مطالبهم، في الجنوب هناك محاولة لاتجاه مطالبهم، في بعض مناطق الغرب هناك محاولة لاتجاه مطالبهم. هذه حكومة العشر أشهر هذه هي حكومة أزمة، يفترض أن تكون حكومة أزمة. حكومة الأزمة معناها فيها قدر من ترضية الغاضبين، فيها قدر من محاولة حل المشاكل والاختناقات الأساسية لترضية عموم الناس، والأساس في أن نحن نصل إلى مرحلة انتخابات. لابد أن يكون كل من يصل إلى السلطة الآن لديه إقرار مبدئي بأنه سيتم تسليم السلطة حال بدء انتخابات ديسمبر 2021. نعم. طيب سيدة أم العز، الآن ونحن في انتظار جلسة منح الثقة من الحكومة من مجلس النواب، عذرا، وما زال لا توجد أي بوادر على عقدها في سرت أو صبراطة أو غيرها مع كل هذه التحركات الأخيرة، بالنسبة لملتقى الحوار السياسي، على أي ما هي الآلية التي سيتم اعتماد الحكومة بها إذا ذهبت هذه المهمة لكم؟ شوفي، أنا يعني دائما أتكلم على أن الإرادة هي التي تنقص مجلس النواب. يعني لو كان مجلس النواب عنده إرادة سياسية لاعتماد الحكومة لعقد جلسة زوم جمع فيها جميع أعضاء مجلس النواب، ليس بأغلبية بل ب يعني جلسة متكاملة النصاب، وفوض رئيس الوزراء إدارة حكومته، لكن هو ليس لديه إرادة. وبالتالي أنا لا أعتقد أن لجنة الحوار السياسي أو ملتقى الحوار السياسي سيكون لديه أي مشكلة في عقد اللقاء متاعه، سواء لقاء مباشر أو لقاء عبر الزوم، فإن نحن سيتم الاتفاق مجرد ما يعني تنتهي المدة المحددة لمجلس النواب لاعتماد هذه الحكومة ويفشل في عقد في 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 توفير النصاب اللازم لإقرارها، فأن ملتقى الحوار السياسي سيلتقي بدعوة يعني مجرد موافقة 25 من 75 يستطيع أن يعقد جلسته بنصاب كامل ويقر هذه الحكومة بإذن الله. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة أم العز الفارسي، عضو في ملتقى الحوار السياسي. أعود للدكتور باهر العوكلي. دكتور باهر، رئيس الحكومة الجديد حل في الشرق دون أن يعرج على الرجمة، ما معنى هذا بالنظر إلى أن المنفي قد ذهب إلى حفتر كذلك من في يوم هذه الزيارة، لم يزر عقيلة من ناحية أخرى؟ طبعا لا، بالنسبة لرئيس الحكومة قام بزيارة مستشار، بالعكس كان المستشار أحد قام بزيارة المستشار لكن لم يزر حفتر. تمام. بالتأكيد زيارة الرجمة باعتبارها أحد الأطراف الهامة جدا في المعادلة السياسية الليبية، وقوة كبيرة على الأرض وتمثل قطاع كبير من القوات المسلحة العربية الليبية، وهي أحد الأطراف. سواء زار رئيس الحكومة أم لم يزرها هي موجودة على الأرض،
ولها ثقلها المعترف به دوليا ومحليا واقليميا. هذا لا شك فيه. طبعا دلالات عدم الزياره في حد ذاتها، نحن نعرف استاذ رقدة وحضرتك والمشاهدين الاكارم ان التقنيات تطورت، يعني مش لازم توا نحضر جسديا. انا الان في مدينه الابرق وحضرتك في لبنان، ربي يحفظها ويحفظ اهلها، ونحكوا في نفس اللحظه ويتفرج علينا الملايين. فبالتاكيد في لقاءات لا يعلن عنها، وهذه هي السياسه. من قال انه هو ما مشاش الرجم؟ ممكن تم الالتقاء جسديا او عبر وسيط وسائل التواصل الجديده هذه، ما خلتش في حاجه سريه ولا في لقاء لا يمكن انعقاد. او فلا، بالتاكيد طبعا الجيش احد الاطراف الفاعله، وزياره السيد محمد المنيفي رئيس مجلس رئاسي اكدت على هذا الدور، واكدت على ضروره ان يكون هناك حوار فعلا. يعني هذه حكومه وحده وطنيه، هل ستذهب تتحاور مع ناس من المريخ؟ ضروري تتحاور مع الفاعلين على الارض، يعني خصوصا اذا قبلوا الحوار ولم يتفاهموا بلغه البلد. نعم. طيب بالنسبة إلى حديث خليفة حفتر، المشير خليفة حفتر مع كوبيتش، مع المبعوث الأخير الآن للبعثة الأممية في ليبيا، صرح عند لقائه بكوبيتش بأن الجيش سيحمي الحكومة الجديدة. كلمة تقرأ بأكثر من معنى أكيد، لكن كيف قرأتها حضرتك هذه الكلمة؟ أكيد يعني دلالتها واضحة جدا. طبعا المجتمع الدولي على اطلاع كامل بكل ما هي مجريات الأمور على الأرض، ويعي جيدا أن العاصمة طرابلس فيها جماعات غير منضبطة. عاش اللي بنقوله كلمة متشات، خلي يخففها شوي، نقوله غير منضبطة وغير متحدة القيادة. تحقيق التوازن أحد أهم السياسات الدولية في أي محاولة تحقيق استقرار سواء داخل دولة أو داخل إقليم. طيب هل نترك هذه المجموعات الغير منضبطة والغير منطوية تحت قيادة موحدة تتحكم في الحكومة في الدولة؟ بالتأكيد في البداية سنحاول أو سيحاول السيد المبعوث الأممي ووراءه مجهود دولي وإرادة عالمية لمحاولة حل مشكلة العاصمة. إذا لم تحل فسيكون هناك سياسة العصا والجزرة. إذا لم نتمكن من جمع هذه الفسيفساء وإدخالها تحت سلطة الدولة، لا قد يأتي المشير ومعه الضباط الموجودين في المنطقة الغربية وفي الجنوبية لتوحيد القوات المسلحة والسيطرة على السلاح الغير منضبط في ليبيا. وللأسف يعني أمس دعينا ندين في محاولة اغتيال أكيد وزير الداخلية. أنا يعني أنا كرجل مطلع على الشأن العام وكرجل أكاديمي وكابن من قبائل المنطقة الشرقية، ندين بأشد العبارات وبأقصى ما نستطيع من كلام ما حدث في طرابلس من محاولة اغتيال السيد بشاغة، سواء اختلفنا أو اتفقنا معه. هذا مسؤول ليبي يحمل صفة من سلطة ليبية سواء اختلفنا أو اتفقنا معها. كون أن يتعرض لمحاولة اغتيال بهذه الطريقة، هذه رسالة سيئة على الليبيين. وقتها جدا صعب وحساس كذلك. خليك معنا دكتور باهر، هنمشوا بس للسيد يوسف عبد الرحمن ايضا اللي ينضم لنا الان، صوت من اقليم فزان من المنطقه الجنوبيه اكيد، اللي ربما اخذ راي في هذه المساله، عضو مجلس اعيان سبها. سيد يوسف عبد الرحمن اهلا بك في هذا المساء. سيد يوسف الان كيف؟ السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. بالنسبه لتشكيله الحكومه الجديده والمقدمه ربما والتي ستقدم من قبل سيد الدبيبة، كيف قراءتك ستجمع ما بين الأقاليم الثلاث وستكون فيها إرضاء ربما للأقاليم والمناطق ولكن تكون حكومة كفاءات؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا حقيقة نحن نبارك للشعب الليبي هذه الحكومة الوحدة الوطنية التي انتظرها الليبيين كثيرا لإنهاء الانقسام الحكومي والحاصل في البلاد واللي سبب ربكة وعانى منه المواطن بالدرجة الأولى، وبالدرجة الأولى عانينا منه نحن الجنوب. أحب أن أنوه إلى نقطة للسادة في المجلس الرئاسي الجديد والحكومة، وهي أن السادة في المجلس الرئاسي والحكومة زاروا منطقة بنغازي ومنطقة الشرقية والتقوا بساستها وبنوابها، وأيضا زاروا المنطقة الغربية المتمثلة في طرابلس والتقوا بساستها ونوابها،
وزاروا السيد رئيس الحكومة مصراته والتقى بسياستها ونوابها في الوقت الذي لم يلتفت أحد للجنوب، وكأنما الجنوب دولة جوار أو غير محسوبة في البرنامج السياسي الليبي. هذه النقطة الأولى، لكن مع ذلك نحن ندعم الحكومة ونتمنى أنها يعني ما قاله السيد رئيس الحكومة بمعاناة الجنوب أن جسد أمر واقع، وإحنا في الجنوب ما نحتاجوش إلى الزيارات، نحتاج إلى الإمكانيات وإلى الدعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يخص السادة النواب واللي تحدث عليه الزميل السابق، أولا هناك محاولة من بعض النواب الفاشلين الحقيقة اللي ساهموا في غرق مجلس النواب. مجلس النواب غريق له 7 سنوات الآن بعضهم يتقدم إلى مناصب وزارية مهمة لانتشال البلاد. بأي وجه هؤلاء الناس يتقدموا الآن للمناصب السيادية؟ وبأي حق تقبلهم حكومة الوحدة الوطنية؟ هؤلاء الناس كانوا سبب مباشر في الصراع السياسي اللي موجود في ليبيا. هؤلاء الناس هم من 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 أفسدوا الحراك السياسي داخل ليبيا من خلال مجلس النواب وتعطيل مجلس النواب. هذه نقطة مهمة الحقيقة، احنا يجب ان لا 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 لا, لا نتغاضى عنها. احنا الان محتاجين الى شخصيات قوية، شخصيات قادرة ان تنتشر البلاد، شخصيات من الواقع. الان كل السيفيات اللي مقدمة على سبيل المثال من فزان هي ليست من فزان، لم تعيش معاناة فزان، معاشة البؤس اللي تعيش في فزان. ليش احنا مطالبين بالمحاصصه وبالاقاليم ان كل اقليم يتحمل مسؤوليته؟ الهدف منه بالدرجه الاولى هو انهاء المركزيه، انهاء الدوله المركزيه، انهاء سيطره العاصمه على القرار السياسي والاداري داخل ليبيا. ان كل الان يشكو المواطن بالجنوب الليبي ان ممثلين الجنوب لا يمثلونه. لكن بهذه الطريقه اللي الان تعمل فيها الحكومه الوحده الوطنيه من خلال اجتماعها بالنواب ومحاولة ترضية النواب لتمرير الحكومة، هذا صدقوني سيكون له أثر سيء، وسيجلب حكومة صدفة، وسيجلب حكومة ستزيد من ثقل المواطن. بينما هي حكومة محدودة لمدة 8 أشهر، الغرض منها هو اتجاه للانتخابات، محتاجة إلى شخصيات قوية لها تأثير في الشارع، لها تأثير في مدنها، لها تأثير في قراها. احنا الآن بعض النواب وبعض وزراء الجنوب للأسف لهم 7 سنوات في السلطة، بعضهم لم يأتي للجنوب، بعضهم ما يقدرش يمثل الجنوب، نتحداهم ومعروضين بالاسم، والآن مقدمين سيفيات من الوزارات. يتركوا فرصة للشباب، يتركوا فرصة للناس القادرين، يتركوا فرصة لأهل الجنوب الحقيقيين اللي الآن عايشين في البؤس لكي ينقذوا أهلهم. احنا ما يستطيع يعبر عن محبة بؤسنا. اللي عايشين في فنادق ال5 نجوم وفي مصر وفي القاهرة ما يقدرش يعبروا عن الجنوب، على المواطن الجنوبي اللي عايش طاغن وعايش في 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 غاد وعايش غلاء الاسعار وغلاء الوقود والامراض والهجره غير الشرعيه وداعش والقاعده وكل بؤس الدنيا في الجنوب الليبي. الجنوب الليبي لا ينظر له الا من خلال انبوب الماء وانبوب البترول اللي يصب في عاصمتنا. طيب سيد يوسف، البعض يتساءل اليوم، معاناة الجنوب أكيد واضحة للكثير، لم تكن واضحة للحكومة للمسؤولين الليبيين، فهي واضحة للشعب الليبي طبعا. من ناحية أخرى هناك كذلك أعضاء من مجلس النواب، أعضاء يمثلون الجنوب الليبي لكن لم يقدموا شيء، أكيد حسب ما نشوفه أحنا لم يقدموا شيء للجنوب، وكما تقولون كذلك، لماذا لم تتم سحب حتى الثقة منهم في أو سحب تمثيلهم لكم في مجلس النواب؟ للأسف القانون الليبي النائب هو نائب عن كل الأمة. للأسف إن النواب نحن في الجنوب الليبي، أنا لم ألتقي بأحد بأي نواب، خصوص نواب على سبيل المثال نواب مدينتي، لم يأتي أي نواب الذين اختارونهم للالتقاء بناخبيهم، لمعرفة مشاكل ناخبيهم، لنقض هموم ناخبيهم. كلهم يغني علي لا، هذه حقيقة يعرفها كل أهل الجنوب. نواب الجنوب غيروا لهجتهم، ومن ضاق خبز المدينة مع ديالف الضادي. الآن بعضهم له 4 سنوات ما زارش الجنوب الليبي للأسف، فكيف يعبر الآن على الجنوب الليبي؟ الآن هم لهم 7 سنوات لم يستطيعوا أن يأخذوا جلسة نصاب، أخذوها مرة واحدة عندما اتفقوا على تمديد دمهم، والآن سيعقدوها لأن الحكومة إذا وعدتهم الحكومة توزيع المناصب بشكل يرضيهم، فثقي أنهم سيعقدوا الجلسة، لأنهم هؤلاء الآن جايبتهم المناصب وليست جايبتهم ليبيا.
طيب سيد يوسف عبد الرحمن عضو مجلس أعيان سبها، شكرا جزيلا ليك على وجودك معنا في حلقة هذا المساء الليلة. أعود للدكتور باهر. دكتور باهر، في حتى في حديث الآن بسيط مع حضرتك قبل ما ننهي هذه الحلقة، هناك خشية من عرقلة الجلسة القادمة لمنح الثقة للحكومة، واليوم حتى الكثير يقول إذا الحكومة هي محدودة بمهام محدودة ووزراء محددين كذلك لتمر بنا في هذا الوقت إلى وصولنا إلى موعد الانتخابات، لماذا إذن الإصرار على اعتمادها من قبل مجلس النواب؟ أستاذ رغدة، خلينا نكون منصفين وعمليين ونصحح حتى هذا الكلام. يعني أنا أحب أن أتحدث بصراحة. هذه الحكومة طلب في عونها إذا أعطت سيدنا موسى وجل سيدنا سليمان وخزينة البنك الدولي وكل الأرصدة الذهبية الموجودة في العالم لن تستطيع في معادلة عادية بسيطة في 10 أشهر أن تغير ولو شيء بسيط مما حدث في ليبيا في 10 سنوات. خلينا نتفق على هذه القاعدة العلمية الدقيقة والتي وفقا لكل المؤشرات البسيطة. يعني صدر هذا أقل مشروع في العالم، مش على الأقل يأثر في مدينتي التي أقيم فيها الآن، مدينة الأبرق، مدة تنفيذ 24 شهر. طيب كيف يعني وين 24 شهر؟ هي الحكومة بالكامل مدتها 10 أشهر. أنا عن نفسي أرى أن ينبغي هكذا يعني وجهة نظر أن تأخذ الثقة الحكومة من البرلمان، ونحن كشعب ليبي وكأناس سياسيين ليبيين وكعرباء وكقبائل مستعدين جميعنا إذا رأينا هذه الحكومة الجدية والقدرة على التنفيذ والعبور بالأزمات إلى الأفضل. اللي تعرفه كرمال ما تعرفش، وقصة 10 أشهر ما يشبر أن ننزل ولا موجودة في دستور. كان إذا الحكومة مهما كانت اختياراتها أو مهما كانت طريقتها أن نزيد في عمرها في حالة استطاعت أن تغير ولو قليلا من معاناة المواطن الليبي البسيط، لأن هدف أي حكومة في العالم هو الوصول للمواطن إلى السعادة وإلى أن يعيش رغد العيش. دكتور وصلنا، دكتور وصلنا بس معاك لنهاية الحلقة. نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في حلقة الليلة من هذا المساء، دكتور باهر العوكلي الأكاديمي والمهتم بالشأن العام. أشكر كذلك ضيوفنا اللي كانوا معنا، سيد صالح فحيمة ولواء خالد المحجوب انفصل مع الخط. سيد صالح يعني لم نستطع التوصل إليه في هذه الحلقة، كانوا هيكونوا معنا مفروض في حلقة الليلة من هذا المساء. شكرا لكم مشاهدينا ودمتم في رعاية الله، مع السلامة.